السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة إلهام هوم زيو. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معاكم واحد الغديوة. كنتمنى إن شاء الله الطبق ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه. ما تنساوش تابوناو عندي في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد، فضلا وليس أمر تبارطاجيو القناة مع الأهل والأحباب نتاعكم. ودابا غادي ننتقلوا لطريقة تحضير الطبق ديال اليوم. الطبق ديال اليوم كنحتاجو المقادير التالية: كنحتاجو دجاجة الوزن ديالها تقريبا 2.5 كيلو، كنحتاجو واحد جوج بصلات كبار مشلضين، نص حامضة مصيرة مقطعة مزيان، القزبر والمعدنوس، التومة. بالنسبة للتوابل كنحتاجو الخرقوم، سكينجبير، البزار، شوي ديال المليحة حيت المصية ديالنا حامض مملح مزيان، وغادي نحتاجو القشيوشات نتاع الدجاج. غنحتاجو نص كاس مخلط ما بين الزيت البلدية والزيت الرومية، راس معلقة ديال السمن، وشوية نتاع زعفران. دابا على بركة الله غادي نبدا ان شاء الله نشرب الحاجة نتاعي. غادي ناخذ واحد الانية، غادي نديرو فيها ثومة، غنديرو فيها البهارات ديالنا والملح، غادي نديرو القزبر والمعدنوس، غنديرو المصير، غنديرو شوية نتاع زعفران. بالنسبة باش غادي نرونو هاد الشرمولة ما نديروش الزيت، غنديرو غير شوية نتاع الماء حيت الزيت كتمنع لينا هاد التوابل يدخلو لينا الدجاج نتاعنا. ودابا غادي نجي نبقاو ندخلو التوابل ما بين الفخاد، شحال ما دخلنا التوابل ما بين الجلدة واللحم شحال ما كتجينا الدجاجة نتاعنا مضغمرة مزيان ولذيذة. نحاولوا فيما كانت شي جلده ندخلوا ما بيناتها هاد الضغميره هادي. واحد الحاجه مهمه، غادي ناخذوا صدر نتاع الدجاجه نتاعنا كما كتشوفوا، غادي نوقفوها، غادي نحاولوا نخشيو الصبع نتاعنا مزيان كما كتشوفوا معايا باش ما يجيناش الصدر ناشف، وغادي ندخلو شويه نتاع التوابل لداخل حيت فاش ما كنديروش هاد العمليه كيجي الصدر ناشف وابيض. دابا بالعكس غادي يجي اللون نتاعو كيما اللون نتاع الدجاج كامل، وغادي يجي فيه البنه نتاع هاد التوابل كامله، ما تخافوش يعني ما كيتقطع ما والو، غير هو نبركو مزيان. ودابا غادي ندخلو الرجلات،
كما كتشوفوا معايا حيت الدجاجه درتها في واحد الطبصيل، غادي ناخذ العنوقه والكانصه نتاع الدجاجه، غادي ندوزها في هاد التوابل اللي بقاو عندي هنايا باش حتى هما يجيو بنان. غير بالنسبه للكبده انا ما كنديرهاش حتى كنحيد الدجاجه نتاعي عاد كنرد الكبده. هذيك البصله اللي شلطت راني درتها في الانيه باش شلطت الدجاج، شرمت الدجاج عفوا، حتى هي باش تلبس ليها ما تبقى لي حتى حاجه تضيع كلش ينفع. دابا غادي نغلي ديك البصله، غنديروها هي الاولى في مرمطه اللي غادي نطيبو. كما كتشوفوا معايا درت البصله هي الاولى، دابا غادي ناخذ الدجاجه غنديرها على الصدر، غادي ناخذ داك القشاوش نتاع الدجاج كما كنقولوا ليهم، غادي ناخذ داك الشويه نتاع السمنه، نص كاس نتاع الزيت البلديه والزيت الروميه، وغادي نديرهم على النار. كما كتشوفوا معايا درت الطاوه نتاعي في النار، غادي نخلي حتى تشحم لينا شويه البصله عاد غادي نمرقو. نسيت ما قلت لكمش اهم حاجه في هاد الدجاج اللي كتجيبو رائع اكثر من رائع، هي واحد مطيشه محكوكه، غير جربوها عمركم تندموا على هاد الطريقه، يعني فعلا كتجي فيه واحد اللذه ما نقول لكمش. نسيت ما قلتش عليكم في المقادير، شوفوا من الباب حتى دابا عاد فكرتها وزدتها، يعني هاد الطريقه باش كنحب الدجاج كتجي فعلا رائعه، وكاع اللي كياكلو كيعجبو، كتجي فيها واحد المذاق رائع. كما كتشوفوا دابا غادي نروي، الماء ما غاديش نكثر، القياس اللي غادي يطيب لي الدجاجه غادي ندير واحد شويه نتاع الماء، دابا هذه هي الكميه الكافيه تاع الماء اللي غطيب لي الدجاجه. غادي نخلي الماء على نار مرتفعه، ملي يبدا يطبخ غادي نقص له باش يطيب لي على خاطره. كما كتشوفوا معايا هو المرقه تاع الدجاج ديالنا ولات كطبخ، انا كندير بالسفود، كنجيب واحد السفود كنبقى ندير به هكا شي تقالي جهه الصدر، عندي واحد السفود خاص غير هذا الشيء،
من بعد ما درنا ردوك التقيبات بالسفود، دابا غادي نقص البوطان وغادي نخليه يطيب على خاطره، يعني تقريبا غادي ياخذ لينا في الوقت واحد 25 دقيقة 20 دقيقة، ما غاديش يفوتها حيت الدجاج يعني فيها غير 2 كيلو ونص طرية. من بعد ما فات على الطياب تاع الدجاج ديالنا تقريبا نص ساعة، دابا غادي نديرو بالسفود غطلع لينا الماء، راه الدجاج عاد خاصو الى البلاصه بقات ناشفه، اذا البركه عليه راه طاب كما كتشوفوا معايا، ما طلع لي لا ما لا والو، يعني الدجاج نتاعنا راه طاب. دابا غادي نحيدها ديك الساعه باش نصاوب المريقه ديالي مزيان ونخليها تعقد. هذا هو الشكل النهائي نتاع الدجاج من بعد ما حيدناها من الطاوه. دابا غادي نخليوها باش تقطر لينا مزيان وغادي ننتقلوا باش نوجدوا المريقه ديالنا. من بعد ما حيدنا الدجاج الطاوه ديالنا، دابا خدينا ديك الكبده بلا ما نسلقوها بلا حتى حاجه، غسلناها مزيان، الا كاين فيها شي عروقه نتاع الدم كنغسلوهم نحيدوهم، وقطعناها قطع. دابا غادي نرموها فوق هذه المرقه. ودابا غادي نردو عليها المقفله ونخليوها تغمر لينا مزيان. كما كتشوفوا معنا هذه هي المرقه نتاعنا من بعد ما تغمرات، تبارك الله جات عاقده. ابقوا معايا للطبق النهائي. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي نتاع طبق اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، ونخليكم الى فيديو قادم.